يعطيكم العافية جميعا، معكم أستاذ غسان بقناة الخاصة في على اليوتيوب لمادة الفيزيكس. اليوم حنكمل موضوع الفاي، بس تذكير بس قبل ما تبلشوا تصفحوا هالفيديو، يا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وتنسوش الجرس كرمال يصلكوا كل شيء جديد. احنا كنا حكينا بفيديو سابق اللي هو الفيديو نمبر 1 عن العلاقة بين الليد واللاج والانفيز وكيف نجيب الفاي. بس للتذكير كنا نجيب الفاي هي 2 باي دي على اكس، طبعا الدي هي الديفرنس او الفرق بين التو كيرفز، ولازم يكونوا اثنيناتهم يا انكريزنج يا اثنيناتهم ديكريزنج لنشوف الانترسكشن مع الاكس اكسس، او بين التو كيرفز بين الماكسيموم والماكسيموم. طبعا هي الاسهل لكم وهي الاوضح هي اللي بتستخدموها. والاكس قلنا فينا نجيبها من الماكسيموم للماكسيموم او المينيموم تحت او ماكسيموم بالنيجاتيف، يعني بين بعض عدد الديفيجنز، او ناخذ ثلاث نقط على الاكس اكسس دغري هون الاكس. هلا حناخذ اول ابلكيشن كيف نطبق عليها للفاي. انا عندي هون هذا كيرف، الموجود بقلب الكيرف يعني الجيفن بقلب الكيرف هو، خلينا بس نغير اللون للاسود، موجود انه يو 2 حسب ما شايفين بالكيرف، لانه يو 2 وصل قبل اليو 1 للماكسيموم، يو 2 وصل قبل اليو 1 للماكسيموم، او لانه يو 2 قطع الاكس اكسس قبل اليو 1. بدنا ننتبه للفاريشن، لازم يكون اثنيناتهم نازلين. بس ما حدا يقول لي هدول التنتين، هدول التنتين تقولوا لي هون الدي هذا غلط، الدي هي من هون لهون، يكونوا اثنيناتهم نازلين او اثنيناتهم طالعين. من هون لهون هاي دي، اما من هون لهون غلط، نقول دي هذا غلط هذا مش دي، وهون هذا غلط مش دي. ف عشان ما نعجل الرسمة، فزي ما شايفين انتو قلنا اليو 2 مثلا نسجلها عندنا، يو 2 leads يو 1 باي 5 absolute value للفاي. هناخد احنا اكتر من اكزامبل، يعني هاخد اول اكزامبل. لو فرضا يو 1 تساوي يو ماكسيموم 1 كوساين اوميجا تي، هذا given. فكيف بستنتج اليو 2؟ دائما انا لازم بس احكي بالنسبه للجيفن، يعني اذا يو 2 اول شيء بنبلش بالليد طبعا، فانا بناء على الجيفن كان يو 2 leads يو 1 باي 5، يو 2 leads يو 1 باي 5، يعني الجمله ظابطه ما فيش داعي اعدل فيها. هذا الشيء اللي انا بدي انتبه له، يعني يو 2 leads الجيفن. بس نقول leads الجيفن يعني الفاي لازم تنحط بشو؟ بالبوزيتيف. كيف يعني؟ يعني يو 2 كاستنتاج يساوي نفس شكل اليو 1، بس الماكسيموم طبعا ممكن يتغير، يو ماكسيموم 2 حغيرها عن الماكسيموم 1، هون كوساين اوميجا تي، فبتصير كوساين اوميجا تي بلس ابسولوت فاليو لفاي. يعني الفاي هون اذا قلنا يو ام 2 ايكوال سوري يو ام 2 كوساين فاي، كوساين اوميجا تي بلس فاي، عاد الفاي بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. طيب بنكمل. لو فرضا ثاني اكزامبل ثاني، هالمره ما اعطاني اليو 1 جيفن، هالمره اعطاني اليو 2 جيفن، هي يو ماكسيموم 2 ساين، خلينا نغير بين ساين وكوساين عشان نتعود عليهم، ساين اوميجا تي. هلا انا بدي استنتج اليو 1 هون، يعني صارت هاي الجيفن هون، كان الهدف انه استنتج اليو 2 كيف بنجيبه، هون هدفي استنتج اليو 1. اذا في حال كان اليو 2 هي الجيفن، حنمشي حسب التسلسل، حنبلش بالليد. انا عندي اليو 2 هو الليد، حكتب يو 2 leads يو 1 باي 5 بحكم انه اليو 2 وصل للماكسيموم قبل. معناته لازم اعكسها هون عشان اعمل ستاندرد لإلي، فهون الستاندرد اللي عملته هون انه يو 2 ليد الجيفن، ليد الجيفن يعني بحط الانجل بالبلس. اذا انا هلا صارت الجيفن بهاي المنطقه مش ستاندرد انا عم بعمله، صرت عم بشتغل عشوائي، فممكن العشوائيه تسبب لكم شويه لخبطه بنص براسكم. فالجيفن صار هون اول شيء، انا ما بدي اياه اول شيء، خليني احطه ثاني شيء او بالنسبه له. فعشان هيك حقلب انا الحكي
هيصير الحكي هو يو 1 lags يو 2 باي 5. فبس يكون اليو 1 lags الجيفن معناته صار اليو 1 ماكسيموم، كان الفانكشن ساين اوميجا تي، فبتصير ساين اوميجا تي ماينس 5. طبعا اذا بدكم تحطوه يو ماكسيموم 1 ساين اوميجا تي بلس 5 ما بيأثر، بس هون بدنا ننتبه لشغله انه الفاي كانت بهذا السؤال بالبوزيتيف، يعني فاي اكبر من صفر، بهون لازم الفاي تكون بالنيجاتيف. طبعا احنا الاسهل للتلميذ يمشي على هذا الشيء اللي هون بالابسوليوت فاليو، طبعا بصير اريح له بالفهم ويضل متذكر انه هاي الفاي اللي طلعت هون بالبوزيتيف هي اصلا بوزيتيف لانه ليد الجيفن، وهون النيجاتيف يعني الفاي هون نيجاتيف لانه لاج الجيفن. طب اكزامبل تاني هنعكس العمليه هلا. هون عندنا يو 1 هو وصل للماكسيموم قبل، فحسجل انا عندي يو 1 leads U2 by 5. هناخد example صغير. هاخد انا U1 given هو U maximum، خلينا نغير شوي، sin omega t زائد alpha شو ما كانت الالفا بغض النظر. هلا شو بسجل انا عندي؟ بمشي هون U1 leads U2 باي 5. اللي ما عارف ليه ليد، لانه وصلت اليو 1 للماكسيموم قبل اليو 2، ولانه وصلت اليو 1 هي وصلت اليو 1 للماكسيموم قبل اليو 2، ووصلت اليو 1 للاكس اكسس هي قبل اليو 2، هي نازل اليو 1 وهي نازل اليو 2 قطعوا، فهي الديفرنس بيناتهم. فيو 1 ليدز يو 2، بس الجيفن هو هون يو 1 ما بدي اياه انا يكون بالاول، لانه انا قلت بدي اعمل ستاندرد، فبعكس هي الجمله بتصير يو 2 مش يو 1 lags زليد بصير lags U1 by 5. فشو بتصير هون بهالحالة ال U2؟ بتصير U maximum طبعا 2، الفانكشن كان sin فبنكمله sin، هذا لأنه استنتاج أوميجا تي زائد ألفا، نفس الفانكشن تاع تريجنومتري هون بده يضل يرجع هون، بس لأنه lags الجيفن، لأنه lags الجيفن لازم تنحط الفاي هون بشو؟ بالناقص، او فينا نحطها يو ام 2 ساين اوميجا تي زائد الفا زائد فاي، وما ننسى انه هاي الفاي اللي هون لازم تكون بشو؟ بالنيجاتيف. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هاي الفيديوهات، يا ريت يكون هذا الفيديو وضح شوي الضغط اللي صاير على الفاي. يا ريت تدعم القناة بلايك وسبسكرايب، وتنسوش الجرس عشان النوتيفيكيشن، وتصبحوا على خير.